في شيء او حاجتين ثلاثه تاني عايز اقولها في شهاده الشهود يا استاذ نزار. تفضل. كانت شهاده مكلفه. كانت شهاده أكيد مكلفه. أكيد كانت شهاده موثقه صح. مكلفه، كلفتهم حياتهم. كل الرسل ما عدا يوحنا كلهم ماتوا دفعوا حياتهم ثمن لهذه الشهاده. كانت شهاده موثقه ومنشوره. كتبوا البشائر الاربعه واعمال الرسل كمان يوحنا نفي أسيس، والرسائل كلها. نعم كمان يوحنا نفي إلى جزيرة بطرس، تمام. ولما كتب سفر بطرس الرؤيا إنه كان بسبب كلمة الله بسبب وشهادة كلمة يسوع. الله نعم طبعا، بسبب شهادة لشخص الرب يسوع. كانت شهادة موثقة، يعني كتبوا البشائر وكتبوا الرسائل وهو إلى آخره. مش بس شافوا وبس واتكلوا على الله ومشوا واتقتلوا، لكن نشكر ربنا لأنهم ما رأوه بأم عيونهم وعاصروه ولمسوه وشاهدوه في وجود شهود وفي وجود شهود معاصرين وفي شهود معاندين وفي وجود شهود في موقف القوة والسلطة. قدموا هذه الشهادة، قدموا هذه الشهادة وهم يهود أتقياء، لم يطعن أحد في أخلاقيات تلاميذ المسيح. قدموها، اسمع من فضلك كل مشاهدة ومشاهد، قدموها تحت سلطة الوصية، الوصية التي تقول الوصية التاسعة لا تشهد شهادة زور. الوصية التاسعة تؤكد هذا، وهم لأنهم الرب يسوع بيقول ما جئت لأنقذ بل لأتمم، لذلك هم تحت الوصية التاسعة قدموا شهادتهم بالفعل. كم نشكر الرب لأجل هذه الشهادة، لأجل شهادة العيان التي شهد بها التلاميذ الذين عاصروا وشاهدوا وعاشوا مع المسيح 3 سنين وقدموا وشافوه في أماكن كثيرة وسمعوا كلماته بصورة واضحة جدا جدا، وهو بيقول لهم ما كلمتكم به في الأذان ندوه من فوق السطوح. وبالفعل وصلت رسالة المسيح للعالم أجمع وسمعوا كلمات المسيح وهو بيقول لهم. وأنا بقول للكنيسة النهاردة يا ريت النهاردة الرب يزورنا وإحنا نستمع لكلمات الإرسالية العظمى وهو بيقول دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يقول لنا الكتاب في نهاية مرقس يقول لنا وأما هم، يا سلام أشكرك يا رب، فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة بالمعجزات التابعة. فالإنجيل دليله ليس في أنه كلام جميل كشعر أشواق لجميل الصوت ولا لأنه شاعر ولا لأنه نثر ولا لأنه مقنع، لكن بالدليل بما يفعله، والرب يثبت الكلام بالآيات التابعة. قسيس كمان يعني خليني بس هيك بسرعة لأنه حابب نفوت على شاول الطرسوسي، لكن الرسول بطرس قال لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، وبنفس الإصحاح في آية 19 على ما أعتقد بحاول أقتبسها، وعندنا الكامل الكلمة النبوية وهي أثبت، يعني مش بس بيتكلم عن شهادة شهود عيان شاف مجد المسيح على الجبل المقدس جبل التجلي وعم ببرهنها بالكلمة إنه عندنا الكلمة، وبعدين بيختم فيها بقول كتبها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فاحنا بنتكلم على ناس دفعت ثمن شهادتها، يعني مش مجرد كلام، لأننا لسنا كالباقين غشين كلمة الرب كما قال الرسول بولس.